أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، حياكم الله، متواصلين وإياكم بسلسلة لقاءاتنا مع طلبتنا وأحبتنا في الثانوية العامة من المتفوقين والمتميزين. ولأن الفجر دائما يسعى بأن يكون شريك اللحظات الجميلة والسعيدة ليس فقط في محافظة تلكرم، اليوم متواجدين في محافظة نابلس وتحديدا في مدينة نابلس للقاء مجموعة من طلبتنا من طلبة التفوق والنجاح. وأكيد بيسعدنا لقاء الطالبة المتفوقة فرح موسى إسماعيل الحسن الحاصلة على معدل 99.10 في الفرع الصناعي، وما شاء الله الترتيب الثاني على مستوى الوطن. ألف مبارك فرح. الله يبارك فيك يا رب، شكرا لك. يعني فرح اليوم احنا بنحكي عن معدل جدا عالي ما شاء الله، وايضا ترتيب على مستوى الوطن وهو الترتيب الثاني. احكي لنا قديش اليوم سعيده وقديش اليوم يعني بتسجلي انت مرحله متميزه ومتفوقه من مراحل حياتك. اول شيء اهلا وسهلا فيكم ومبروك لكل طلاب التوجيهي، وطبعا فرحه النجاح يعني فرحه مميزه ما ممكن تتكرر. والحمد لله حصلت على معدل 99.10 وحصلت على المرتبة الثانية على الفرع الصناعي على الوطن. طبعا فرحة لا توصف، الحمد لله، يعني فيش يعني أحلى من فرحة النجاح. نعم فرح، هل كنت متوقعة النتيجة أم كانت ممكن التوقعات أقل أو ممكن كانت أقل من هذا المعدل؟ طبعا انا كنت متوقعه بس مش بالضبط هيك، لانه انا ما كنت احسب بعد الامتحان كم غلطه عندي وهيك، عشان يعني خلص اكمل على الامتحان اللي بعده ما اضل افكر في الموضوع. فانه كنت متوقعه تقريبا 98 وفوق، فالحمد لله يعني كانت الفرحه مضاعفه وانبسطت كثير في هذا المعدل. فرح، هل كان في هناك بعض الصعوبات او بعض التحديات واجهتك طوال هاي السنه خلال دراستك، خلال متابعتك ممكن وادائك للامتحانات؟ طبعا فترة التوجيه هي متعبة زي ما الكل بيعرف، والسنة زي ما كلنا بنعرف كمان انه وضع الكورونا وهاي الاشياء، فكان في اشي مجهول يعني ما بتعرفي انه ايش رح يصير، رح يتأجلوا ايش رح نعمل، فكان الوضع متعب نفسيا يعني بزيادة لسه كمان. بس الحمد لله يعني فترة ومرت، واكيد هو اللي ساعدنا انه مثلا حذفوا لنا شوي من المواد، طبعا هذا الاشي رفع معنوياتنا، والحمد لله يعني حاولنا نتجاوز هالمرحلة. لا فرح، من بعد هاي المرحلة اللي أكيد هي مرحلة متميزة وكنت فيها متفوقة، إن شاء الله المرحلة القادمة أيضا تكوني في سجلات التفوق، هل في هناك تخصص مراد دراسته؟ طبعا أنا لما فتت الفرع الصناعي اخترت، في الفرع الصناعي في عدة تخصصات، فأنا اخترت فرع صناعي تخصص حاسوب، فأنا أصلا بحب الحاسوب، بحب هالأشياء، ولما تعمقت في الأشياء أكثر ودرست عنه حبيته بزيادة. فالأشياء اللي حاطهم في بالي أدرسهم في الجامعة إما هندسة حاسوب أو ممكن أدرس تخصص ديكور. إحنا أكيد بنتمنى لك كل التوفيق، بنبارك لك مرة تانية من طاقم الفجر فرح. الله يبارك فيكم، شكرا لكم. يعني أكيد هذا الإنجاز وهذا الترتيب الأكثر من رائع وهو الترتيب الثاني على الوطن، لا شك أنه كان في هناك داعمين وفي كان رفقاء وشركاء في هذا النجاح. وإحنا حاليا نلتقي بوالدة فرح، ألف مبارك بداية. الله يبارك فيك وأهلا وسهلا فيكم في بلاط البلد في نابلس، شرفتونا، وأنا من خلالكم بوجه بتمنى هاي الفرحة لكل أم وأب، لأنه فعلا فرحة النجاح يعني لا تعادلها فرحة، وبتمنى لكل الطلاب اللي ما حالفهم النجاح بإذن الله إنه إن شاء الله تعالى ينجحوا ويفرحوا قلوب أمهاتهم وآبائهم إن شاء الله. وأكيد يعني هذا التفوق وهذا النجاح كان في إلك دور، يعني أنت والدتها لفرح، وبالتالي احكي لنا كيف كنت تدعمي فرح، كيف كنت ممكن بجانبها دائما نفسيا معنويا؟ أنا يعني كنت أشتغل دائماً على الناحية النفسية صراحة، يعني دائماً أعطيها الدعم النفسي، ويعني إنه هاي مرحلة ومرينا فيها كلنا وإنه لازم تتخطاها بكل أريحية، فدائماً يعني أنا أكثر إشي كنت هو الدعم النفسي، يعني إنه لما يكون عليها امتحان لا ما شاء الله عنك، ما أحسسهاش إنه يعني لما تكون متوترة أعبطها حبيبتي، لا يعني الأمر عادي، إذا احتاج الأمر أوصلها للمدرسة أنا وأبوها، يعني هيك هو الدعم النفسي. أما طبعا الأمور الثانية يعني هي موجودة في البيت، الراحة النفسية والأمور المادية وكل إشي الحمد لله، بس يعني الطالب في المرحلة التوجيهي يعني أنا يعني بتمنى من كل أم وأب هي الناحية النفسية، إنه لا مانع إنه كل فترة اعبطي حبيبي الوضع طبيعي،
يعني هاي هي الناحية النفسية أهم إشي، أنا دائما بحب أشتغل عليها يعني. نعم أكيد، وهذا كان واضح من خلال النتيجة والمعدل اللي حصلت عليه فرح، فمشكورة جهودكم. وأيضا يعني إلى جانب الأم، لا شك أنه للوالد دور كبير في الدعم وفي أيضا المساندة، يعني ألف مبارك يا عم. الله يبارك فيك يا عم، وقبال إن شاء الله عند طلاب البقية وكل واحد يفرحوا، وبقدم التهنئة والتبليغ لكل طلاب التوجيه وكل عائلة فلسطينية بعد التعب يذوقوا فرحة النجاح وفي أولادهم، لأن الواحد بيقبلش حصير أحسن منه لا ابنه. فذلك احنا بتمنى أنه كل عائلة فلسطينية يذوقوا النجاح وينبسطوا في أولادهم إن شاء الله. نعم. طب عمو، يعني احكي لنا عن شعور الأب لما يكون رافع راسه ببنته، لما يكون فخور بمعدل جدا عالي ما شاء الله، احكي لنا قديش شعور الأب بيكون مميز وجميل. هو شعور كثير منيح، بس احنا مش أول مرة. هذه أختها كانت الأولى على الوطن في الصناعة قبل 4-5 سنين يعني، وهي رقم 7 من أولادي اللي كلهم في الجامعات، يعني هي رقم 7. فلذلك الحمد لله احنا وضعها دي، بس برضو كل ولد له فرحته خاصة فيه يعني. لما بحكم فرح طول عمرها مجتهدة وكل شيء، يحتاجش حدا كلها ادرسي تعمل كل دروسها لحالها، بس احنا بنشجعها زي ما تفضلت امها انه من ناحية النفسية يعني. وبالتالي البيت بأكمله ما شاء الله، عائلة تفوق. انا دكتور في جامعة نجاح قسم الفيزياء، فكل اولادي الحمد لله متعلمين يعني. ضال عندي اخر واحد عبد الرحمن، بعد سنتين بقدم توجيهي ان شاء الله. كمان بعد سنتين بنكون موجودين معك ونشارك ان شاء الله. ومبروك لكم، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا بكم في بلاط البلد وفي نابلس بشكل عام وفي بيتي انا الخاص. اهلا وسهلا بكم، شكرا للتلفزيون الفجر. يعني بهذه الاجواء الاكثر من رائعه وبثقه الوالدين ببناتهم بابنائهم، اكيد احنا نتمنى كل التوفيق وكل النجاح والتميز دائما لطلبتنا وطالباتنا في الثانوية العامة. كونوا بالمتابعة لسلسلة اللقاءات المتميزة مع طلبتنا وأحبتنا من المتفوقين والمتميزين في محافظة نابلس. إلى اللقاء.